بدنا ناكله. سعيدين جدا بالتواجد في هذا المهرجان العريق، مهرجان كان السينمائي الدولي للسنة الثانية على التوالي، وبنينا على نجاحات والأصداء الإيجابية للمشاركة العام الماضي، وأتينا هذا العام بعدد شركاء أكبر بطموحات أكبر. نحن في هيئة الأفلام نقود المشاركة السعودية والجناح، لكن لدينا شركاء من جهات حكومية وجهات قطاع غير حكومي وقطاع خاص. وحتى الآن في الأيام الماضية وجدنا اهتمام كبير من كثير من الشرائح، سواء كانت عربية أو دولية، في معرفة ما الذي يحدث في قطاع الأفلام في المملكة العربية السعودية. المملكة تمر الآن بنهضة ثقافية، وخصوصا في مجال الأفلام، فالجميع يريد أن يعرف ما الذي يحدث هناك. حققنا الكثير من الشراكات، أصداء إعلامية جيدة، صناع الأفلام السعوديين التقوا بنظرائهم، وأعتقد أنه عندما نعود سنواصل التواصل مع هؤلاء الذين أتوا وأبدوا اهتمام. ولا يوجد أكثر يعني أجمل من مهرجان كبير وضخم مثل هذا من مجلس صورة التعارف ورفع الوعي بما يحدث في المملكة العربية السعودية وبحث فرص الأعمال والاستثمار معهم. خلال السنة الجاية والسنة يعني 22-23 we have 10 أفلام، ما بين 10 أفلام منها إنتاج مشترك مع دول أخرى ما بين تونس الأردن ومصر، ومنها سعودية تماماً. والذي عندنا فيلمين سعوديين حينزلوا في السينما على نهاية السنة هذه بإذن الله. وأول شيء لازم نشجع السينما السعودية أنها يبدأ الناس يروحوا وتكون أفلام جماهيرية ويحبوها أكثر. تاني شيء زي ما أنت عارف أنه السينما السعودية لسه جديدة وقادمة، فنبغى نشوف أكثر. We have plenty of stories لازم تنحكى، فما نقدر نحكيها بس للمهرجانات، نبغى نحكيها للعالم كله.